السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاين. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على ثلاث عوامل وين تقرب إبراهيم دياز من العودة لحسابات المدرب أنشيلوتي. عشان عندنا مباراة أمام الناس، يعني تنجم يكونوا كي يكون النادي يكون فيه لوفيدات بزاف شويه ما شيش. هذه تعلمناها من بكري، يقول لك نادي يقول لك فيه، يقول لك هذاك نادي ولا منتخب فيه لوفيدات بزاف كسروا فيه النجوم تخسر. هذه هي وين تلقى ريال مدريد صدمه مبكره بعد سقوطه في فخ التعادل امام مضيفه مايوركا بهدف لمثله ما في منافسة الجولة الأولى من الدور الإسباني، مما يمنح الآمال بصورة سريعة للنجم المغربي إبراهيم دياز بالحصول على دقائق أكثر من أجل اللعب هذا الموسم. انطلاق رحلة الدفاع على اللقب الليغا لم تسير بالشكل الذي يتمناه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والذي واجه هاجس لحقه طوال فترة التحضيرية وهو كابوس امتثال في غياب انسجام عن ثلاثي الهجوم مبابي فينيسيوس وجو، يعني الى جانب اعتماد كل من هؤلاء الثلاثه على اللعب فردي امام الخصوم. الازمه الهجوميه في النادي الملكي بدات واضحه للجميع، حيث رصدت عدسه الكاميرا النجم الانجليزي اثناء حديثه الى الثلاثي مبابي ورودريغو وفينيسيوس بين شوط المباراة مطالب بالتصرف من أجل حسم المباراة، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر بصورة مبكرة في الريال والتحديد في معاقل يعني في عقل المخضرم أنشيلوتي. وكذلك وين نرصد ثلاث عوامل تمنح الآمال بصورة مبكرة إلى المهاجم المغربي الذي خاض تحدي مرعب بالبقاء مع ريال مدريد هذا الموسم رغم امتلاك النادي الملكي هجوم مرعب بقيادة مبابي، وهي غياب الانسجام بين الثلاثي الهجومي. وربما من المبكر الحديث عن هذا الأمر، لكن وسائل الإعلام الإسبانية خاصة المقربة من برشلونة ستكون سعيدة، يعني مقربة من برشلونة ستكون سعيدة بالتركيز أكثر على أزمة الثلاثي الهجومي في ريال مدريد والضعف الانسجام بين أطرافه والبحث كل لاعب عن المجد الشخصي بعيد عن أداء الجماعي. صرات عام تاع فيغو، عام زيدان، عام بيكام، عام صرات كيما هكا، وصرات فانيك في الأخرى سموها ما مشات لهم شي، مع اللي جابوا نيمار وجابوا كان ميسي وجابوا نيمار فانيك ما مشاتش مع البارسا، وفانيك مع الاخرى كسموها مانشستر يونايتد فانيك بعد العام فانيك صارت لهم كيما هاك، جابوا لي فودات وهودوا ما داو والو ذاك عامين وقيله ما داو والو. باريس سان جيرمان فانيك ومن بعد فاقوا باريس سان جيرمان فاقوا عاودوا ردوا الكاسات، يعني شاهدنا ماهمش يجيبوا نجوم كبار، يعني فماك نقول لك انشيلوتي يعمل بشكل جد يعني جدا للوصول الى حاله من التعاون المثالي في خط الهجوم، لكن المدرب الايطالي المخضرم يعلم تماما ان وجود ثنائي مبابي وفينيسيوس والذين يفضلان اللعب على الجهه اليسرى مع البرازيلي اخر تحدث يعني اعلانيا عن امكانيه رحيل وهو رودريغو، وان يجعل من الخطر عدم تحقيق هذا الانسجام وارد للغاية، وهو الأمر دفعه لإبقائه على خدمات إبراهيم دياز وعدم الموافقة على بيعه هذا الصيف. في اللحظات الأولى من اتخاذ قرار بقاء النظر لكثير إلى المهاجم المغربي بوصفه مغامر لا يملك سوى الرغبة في جلوس على مقعد البدلاء ريال مدريد والتتويج بالمزيد من الألقاب المحلية والأوروبية، لكن التألق الكبير الذي عاشه اللاعب في الفترة التحضيرية جعله خطر حقيقي يهدد الثلاثي الهجوم النادي الملكي، خاصة أن إبراهيم دياز ينتظر الآن أي فرصة من أجل الحضور الأساسي سواء بالإصابة أحد كبار أو
تراجع مستواه أو حتى غياب الانسجام بين الثلاثي مما يمنحه المزيد من الدقائق اللعب. وخلال الموسم الماضي خاض النجم المغربي 44 مباراة بقميص ريال مدريد عبر مختلف المسابقات، لقد كان بديل في معظمها لكنه حصل على وقت جيد مع الريال بخوضه 266 دقيقة. لعب وين احرز وين لعب كذلك دقيقة لعب احرز خلال 12 هدف مع تقديم 9 تمريرات حاسمة. برايم دياز مصمم على استفادة مثالية من تألقه الكبير في الأمطار الأخيرة من الموسم الماضي وبناء عليها للموسم أكثر تميز. اللاعب المغربي يملك قدرات على الوصول إلى 20 هدف هذا الموسم، لكنه لتحقيق هذا الحلم ربما بحاجة إلى تجاوز عقبة الأصعب وهي اقتناس دقائق اللعب أكثر من الثلاثي المرعب بابي رودريجو وفينيسيوس. ماشي سهلة بصح سهلة خدام الناس يتشوف لونتيني راه يشوف تشوف ريال مدريد ما مشاتلهاش برومي ماتش هاو ريال مدريد ما مشاتلهاش خويا مشاتلهمش برومي ماتش وين دخلوا شوية صعيبة صعيبة عرفتو الماتش الأول دارو راه كلش كلش صغد ربي صورتو ربي الأخرى ربحت الأخرى قلبت الطابلة ربحت البارسا على في ميستايا وزيدوا ما داروا ماتش نيل ودي ما يريحوش والله ما يريحو نقول لك والله ما يريحوش ما يريحوش وما يفوتوهاش غير هكا دير ماتش نيل ما يفوتوها لكش صعيب صعيب عليهم ذكرى على الويلية والله هي الويلية ذكرى والله ما سهلة غادي ما يخليهش وما غادي يخليه كاع لازم له خدمة لازم خدمة خويا هذه هي لازم خدمة بكاش
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. سعيد.